أهلا وسهلا بالحبايب والأصدقاء. إذا جينا على صوت عبد الحليم، هذا الصوت الرقيق، المساحة ضيقة، طبعا مؤدي وأستاذ بالمغنى، معلم جميل، له لون خاص أثر العالم فيه. لكن إذا سمعت أنا والله غني لعبد الحليم، بده غنية مثلا على البيات، عبد الحليم بغني على العشيران، يعني شخصية البيات بيجي على دوسة القرار، يعني بيعمل هالباص، هالباريتون، تينور ما عنده، كونترالتو ما عنده، إذا عنده كونترالتو كم درجة، لأنه مقياس صوته لعبد الحليم صغير الحجم. عبد الحليم هذا اللون، هذا الأستاذ اللي درس الموسيقى وعشق الموسيقى وعشق الغناء وفنى جسده من أجله رحمه الله، عرف يغني، أكبر دلالة يعرف يغني، وكأنه كان ملحن. بثقافته الموسيقية وذكاء اخترع لون اسمه عبد الحليم حافظ، يعني خلى كمال الطويل، خلى الأستاذ المولي، طبعا كلهم أساتذة، خلى بالأخير عبد الوهاب حبيبه، بليغ، منير مراد، ولو كان لحن من الصنباطي، خلى كل شيء بيصنع ألحان يمشي مثل ما بده عبد الحليم. صاروا يحفظوا، يتسابقوا وين بيضوي صوت عبد الحليم، هون لازم يغني عبد الحليم. منشوفه، قلناها يمكن قبل حلقة، منشوفه مثلا بزي الهوى، شوف الأستاذ بليغ فاتح له صوته وعطيه طاقة غير صوته، يعني أنا بنظري بحس أنه تقريبا تغيرت قماشة صوت عبد الحليم، لأنه عبد الحليم بالباريتون والقرارات بأجمل وما أحلى عصفور عم يغني، وخاصة العرب اللي بيساويه. هون هذا هو ثقافة صوت عبد الحليم، بهالمساحة الضيقة نور الدنيا بصوت. صوت الحب، صوت الأنين، صوت الناي، صوت العشق الجميل، عبد الحليم حافظ. شكرا لكم حبايب، شكرا، وأهلا وسهلا بكم على الدوام. شكرا.